بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد أنا أخوكم المحفظ عاطف بكر النجار محفظ مسجد الاستقلال الأندلسي الكبير نعبر عن تضامننا الكبير مع إخواننا في أندونيسيا ونقول لهم حفظكم الله وعافاكم الله وأسأل الله عز وجل أن يرفع عنكم هذا البلاء والوباء وأن يعينكم وأن يرفع عنكم هذه الجائحة عما قريب عاجلا غير آجل بإذن الله.